اوكي، دلوقتي هنتكلم عن حاجه تانية بتكمل السليكشن، اسمها ترانسفورم، واختها التانية فري ترانسفورم. ترانسفورم سليكشن بتخلينا نعمل سليكشن بغض النظر اي تول احنا واخدينها. انا هعمل دي سيلكت دلوقتي، كنترول دي السليكشن اللي انا كنت عامله، وهبتدي اسيلكت تاني عشان اوريك ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي هبتدي اعمل سيلكشن بال ريكتانجلر ماركي، ادي السيلكشن اريا بتاعتي. تمام، لو انا عاوز ازود السيلكشن ده هدوس، اروح ادوس على البلس واجي على الحرف يا دوبك بالظبط بالظبط عشان ازود الريكتانجل بتاعي. اوكي، يا ترى هتطلع صح يا ترى هتطلع غلط؟ مش عارف. اوكي، هو كمل اهو، انا المره دي عملتها صح. طب مره تانية هجرب كده، انا عايز ازود السليكشن اريا. اوكي كده انا غلط. طيب لو انا عايز ازود السليكشن اريا من غير ما اقعد اعمل اللي انا بعمله ده، وعايز اعمل السليكشن اريا تبقى ممتده معايا، اعمل ايه؟ اوكي، هعمل سليكشن تاني باي تول، بغض النظر انت شغال باي تول، انت عايز تزود السليكشن ده، روح على قائمه سيلكت ودوس على ترانسفورم سيلكشن. بمجرد ما بتدوس على ترانسفورم سيلكشن بتظهر لك الاريا دي. السيلكشن بتاعك لسه اكتف، ما جرالوش حاجه، هو موجود بس مختفي تحت الحواف اللي ظاهره دي. ولو ركزت شويه هتلاقي ان المربعات بتاعتك بيظهر فيها الموفينج اندز، النمل الماشي، سرب النمل اللي ماشي بتاع السيلكشن. الفري ترانسفورم بيخليك تعمل حاجه جميله قوي. انت فاكر انا لما كنت عايز ازود السليكشن بتاعي كنت بعمل ايه؟ بدوس شيفت او الت عشان اقلل او ازود السليكشن. تمام، لكن مع الفري، مع الترانسفورم، ترانسفورم سليكشن، هتكليك على اي مربع من دول الكنترولز دول وتروح عامل دراج يبتدي يزود لك السليكشن، او تكليك عليه كله وتحركه فينقل لك السليكشن. بمجرد ما بتعمل دبل كليك عليه تاني، اوكي السليكشن بتاعك بيتنقل. احنا كنا بنعرف ننقل السليكشن عن طريق الاروز اللي في الكيبورد، او ممكن نزود السليكشن عن طريق النوميريكال فاليو بتاعته. اوكي، لكن احنا دلوقتي عايزين نعمل ترانسفورم للسليكشن اون تايم دلوقتي واحنا شغالين. اوكي، هروح تاني قائمة سيلكشن، ترانسفورم سيلكشن. الترانسفورم سيلكشن بيديك شوية اوبشن تاني. أول واحد فيهم البوينت اللي في النص دي محور ارتكاز للجزء ده كله، لكل المربع ده بغض النظر هو كان مربع ولا مستطيل ولا دايرة ولا وات ايفر أنت عامل إيه. لو أنا خدت النقطة اللي في النص دي وجبتها في أي حتة تانية يبقى كده أنا نقلت المحور بتاعه. لما أبتدي أجي على الحواف بتاعته وابتدي اجي عند اي حافه، بص الايرو، الدبل ايرو، دبل هيد ايرو، سهم براسين ظهر لك بيقول لك يا عم لما تيجي تحرك انا هلف حوالين المحور ده. اوكي، فكده انت ممكن تنقل السليكشن بتاعك لاي حته باي زاويه انت عايزها من غير ما يهرب منك السليكشن وتعمل دي سيلكت تاني. اوكي، ومجرد ما هتكليك على السليكشن بتاعك ايه اللي هيحصل له؟ هتختفي الترانسفورم دي او الترانسفورم سليكشن دي هتختفي وهيرجع لك السليكشن بتاعك تاني. هكليك عليها دبل كليك. اوكي، بقى ده السليكشن بتاعي. تاني انت ما تعرفش، مش هتعرف تحققه بريك دانكلر ماركي لوحده، يا دوبك هتحققه باللاسو تول او البريجنال لاسو تول وتقعد تاخدهم خط خط. اوكي، لو عايز تعرف باقي فايدته تعالى نعمل سيلكشن تاني واوريك حاجه تانيه. لا انا هغير الطول المره دي، هاخد الاليبتيكال ماركي وابتدي اعمل دايره. تمام، واعمل لها فري ترانسفورم، لا اعمل لها ترانسفورم سيلكشن، وابتدي اقول له انا مش عايزك تبقى دايره.
انا هاجي على الكنترول دي، الكنترول اريا دي، واروح اكليك عليها مع ادوس كنترول، واجي عندها السهم هيتغير. لو رفعت صباعي من على الكنترول بص ايه اللي هيحصل. اوكي، بمجرد ما بدوس على الكنترول ده وابتدي اكليك عليه بيتغير حجمه. طب ما هو كان بيتغير حجمه، طب هاته كده شمال او هاته يمين، شوف ايه اللي هيحصل. هرفع صباعي من على الكنترول وهسيب الماوس. اوكي، الاريا اللي موجوده دي احنا اتفقنا ان احنا ممكن نعكسها كمان، يعني انا عمال اتحرك بالسلكشن بتاعي من حته لحته، وكمان بغير زاويته وبغير الانجل اللي هو بيشتغل بيها. اوكي، ده الترانسفورم سلكشن. في اخد تاني اللي بيشتغل نفس الشغلانه دي، بس ما بياخدش السلكشن يبتدي يلعب لنا بيه، ده بياخد السلكتد اريا نفسها يبتدي يلعب لنا بيها. اوكي، اسمه فري ترانسفورم. الفري ترانسفورم الاختصار بتاعه كنترول تي، تمام، موجود في قائمه ايديت، تمام، و تحتيه شويه حاجات هنشرحهم بعدين، بس دلوقتي احنا عندنا الكنترول تي اللي هو الفري ترانسفورم. الفري ترانسفورم بيشتغل زي خود تاني، بس بيشتغل بشكل مختلف شويه. احنا المره اللي فاتت كنا بنحرك السلكشن، دلوقتي هنحرك السلكتد اريا. انت ملاحظ ايه اللي بيحصل؟ السلكتد اريا هي اللي بتتحرك، مش السلكشن هو اللي بيتحرك. ده خلاص اقتطعها وابتدى يتحرك بيها، وافترض ان هي بتاعته وابتدى يشتغل بيها زي ما هو عايز. اوكي، الترانسفورم سيليكشن او الفري ترانسفورم ده بمجرد ما بتكليك عليه اتنين بيرجع لاسمه للاوبشن اللي هو عمله. لو عملت حاجه تانيه زي مثلا دي وقلت له فري ترانسفورم من المنيو من هنا، رايت كليك منيو فري ترانسفورم، اوكي، وابتديت اتحرك كده ورحت دوست في حته تانية او خدت تول تانية مثلا، هيقول لنا يطلع لنا الورنينج مسج دي، بيخيرك ما بين ان انت ابلاي يعني هتوافق على انت عملته، او كانسل او دو نوت ابلاي. لو اخترنا كانسل هيسيبه لنا زي ما هو، لو اخترنا دو نوت ابلاي هيرجعه زي ما كان. وطبعا احنا عارفين لو ابلاي، لو عملنا ابلاي، لو عملنا ابلاي هيعمل هينفذ العمليه كلها. اوكي، يا دبل كليك يا ابلاي. تهيألي كده احنا خلصنا الترانسفورم سيليكشن والفري ترانسفورم. اشوفكم الدرس الجاي مع حاجه تانيه.